ضاغطه وعوامل مؤثره عظيم كتير جدا جدا في انك يبقى عندك انتظام للسوق. فهل حضرتك بتسالني هل احنا في السوق طبيعي؟ تمام. فعشان نجاوب على السؤال ده يبقى لازم ندخل شويه بسرعه قوي في هذه العوامل في العناصر دي عشان نقدر نجاوب السؤال ده وعشان الناس تستنتج السؤال ده. وهبدا من السؤال الثاني، هنجاوب على السؤال الاولاني بالسؤال الثاني اللي هي العرض والطلب. هحاول بقدر المستطاع وحضرتك تساعدني ان احنا نبسط جدا، لان انا عارف المشاهد اللي قاعد قدامنا مش عايز ان احنا نتكلم بمصطلحات علميه ونتكلم بلغه قواعد اقتصاديه يعني مضايقه ما يوصلش لحاجه. هو عايز يوصل لنتيجه، عايز يعرف امتى هيبقى مستريح، امتى هيرتاح، امتى هيحس ان الدنيا بدات تنور الثمار، امتى تنور. فاحنا عايزين نوصل معاه للنقطه دي، وهبدا بانها هتنور. كويس. نبدا من الايه، من الاخر خالص، الاستبشار. الدنيا ماشيه في اتجاه صحيح، ماشيه في اتجاه صحيح جدا الحمد لله. عشان ابني بيت بقف في الشمس، بقعد في الشارع، بشيل على كتفي طوب واسمنت وزلط، ولو انا راجل على قد كده، واحنا بنتكلم عن الناس الغلابه اللي زينا، ما قلتش بقى الراجل اللي قاعد جايب مهندس ديكور، مهندس لا مدني، بنتكلم عن الناس اللي بتشيل بتحطه بايديها، اللي فحت وردم يعني. يبقى اذا المواطن اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا الدوله كلها بتشتغل عليه، اللي هو المواطن الكادح، لازم هيشيل على كتفه شكاره الاسمنت، ولازم هيشيل كام طوبه ويطلع بيهم لحد ثالث دور. صحيح. يعني هيتعب. ليه؟ لانه بيبني بيت. بزرق. هو ده اللي بيحصل في مصر دلوقتي. كويس. اللي بيحصل في مصر دلوقتي انه تكاد تكون بتتبني دوله من اول وجديد. مظبوط. واكتر واحد الحقيقه بيعاني، ودي حقيقه، هو المواطن المصري. والمواطن المصري ده من اول رئيس الجمهوريه لحد اصغر مواطن في الدوله. بزرق. كله بيتحمل الحياه تبعيات اعاده بناء دوله. جميل. ليه؟ لان احنا الحقيقه خرجنا من مرحله كده استمرت لفتره طويله جدا، كان البنى بطيء جدا جدا جدا، وكان في يعني في حاله تكلس وتباطؤ وتجمد وكل ده قائم. فالنهارده في عندنا اراده عند القياده السياسيه انها تبني دوله بجديه، اراده سياسيه متحققه على الارض. مظبوط. تمام. مين اللي بيتحمل تبعيه الاصلاح ده؟ المواطن. والمواطن ايضا اثبت ان عنده اراده مجتمعيه يعني نافذه وقويه وناجعه. ده الحقيقه يعني، ده دايما يعني سيادة الرئيس بيشير لي، مش بيشير، ده بيمتن اليه وبيمتن اليه. والناس الحقيقه بتتصور في بعض الاحيان ان هي نوع من التحفيز على الاستمرار. لا، دي عقيده. المواطن المصري بيتحمل النهارده ما لم يتحمله طوال حياته. صحيح. فالنهارده بنقول له حاجه واحده، هل احنا على الطريق الصحيح؟ نعم. نعم، قولا واحدا، احنا على الطريق الصحيح. هل ثمار عمليه البناء دي، البيت اللي احنا عمالين نشيل الطوب والزلط والردم بتاعه، هيتبني؟ هيتبني. قرب يكتمل البناء، قرب يكتمل البناء. محتاج شويه صبر، محتاج شويه صبر. نرجع بقى لموضوع التجاره الداخليه، لانها اوضه في البناء ده. صحيح. فالتجاره الداخليه، التجاره الداخليه الناس بتسال فيها سؤال بسيط قوي، فين الدوله؟ فين دور الرقابة؟ والحقيقة المواطن ليه حق تماما في السؤال ده، فين دور الرقابة؟ لكن المواطن بيبص لها بنظرة شوية بسيطة. هو متخيل ان الرقابة ان الدولة تيجي تقول كيلو الطماطم النهاردة يبقى ب2 جنيه، والكلام ده اسمه تسعيرة جبرية. خلينا نقول ان ده ضد الدستور وضد مصلحه المواطن. يعني هو النهارده الدستور وضد القوانين كلها، ليه؟ هي الغت وانهت مرحله الاسعار الجبريه، لان دي ضد مصلحه المواطن تماما. ازاي؟ مصلحه تاخد ب2 جنيه. نعم، انا مصلحه تاخد طماطم ب2 جنيه. لو عملت تسعيره جبريه مش هتلاقي الطماطم، او هتلاقي طماطم بجوده لا يعني غير مقبوله بالمره. هتقول لي ازاي؟ النهارده لو انا عشان ببسطها للناس برضه، عشان حكايه التسعيره الجبريه دي لسه في بعض ابائنا واخواتنا الكبار اللي عاشوا مرحله التسعيره الجبريه بيقولوا ما نرجع تاني للتسعيره الجبريه، لان هو شايف دلوقتي التنوع والتعدد، فمتخيل بقى نطبق نركب النظام القديم على النظام الجديد اطلع له حاجه مختلفه. اول حاجه لما نيجي نقول تسعيره جبريه، انت نهيت حاجه اسمها منافسه. بمعنى اصح، انت لو جيت تقول للراجل انا عايز كيلو الطماطم في السوق ب50 قرش، انا قررت اخليه ب50 قرش، لو انا خدت القرار ده النهارده محدش هيزرع بكره، صح؟
هل تكلفته تبقى كده على المزارع؟ هيبطل يزرع. طب عايز اقول له انا عايز كيلو اللبن بجنيه، المصانع كلها هتروح قافله، هيجيبها بجنيه ازاي؟ ما بقولش بجنيه، بخمسه، بعشره، ايا كان اللي هو السعر اللي احنا عايزينه يبقى جبري. لا خليني بس اقول لك المواطن بيفكر ازاي، لان المواطن مش بسيط قوي كده. المواطن برضه فاهم وذكي وشاطر، وعارف ان في كلفه انتاج، وعارف ان نسبه ربحيه لازم تتحط، وعارف ان في اولاده بيشتغلوا في هذه المصانع، ولاد المصانع تبقى موجوده وشغاله وبتنتج، ولازم تصب في السوق والناس تشتري والدجل العجله تدور عشان يبقى في فرص انتاج، فرص عمل جديده، وفي توسعات، والمستثمر يقدر يستثمر. كل القضيه كلها ان انا اللي بيتكلف سبعة بقول له خد ثلاثة يبقى عشرة.